السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عملة ال50 جنيه اللي صدر سنة 1950 طبعا دي من العملات النادرة، لأن بعديها بسنتين قام الانقلاب فتم تغيير صورة الملك فاروق بتوت عنخ آمون، ويعتبر ده آخر ملك أو رئيس أو حاكم لمصر اتحط صورته على الجنيه حتى الآن. طيب بنلف فوق البنك الأهلي المصري، لأن البنك المركزي بمهامه المعروفة إن هو يمسك بقى إصدار العملات، وكانش لسه الموضوع ده حصل. وبنلاقي في الوجه الأول جنب صورة الملك فاروق الرامسيوم، والناحية التانية بنلاقي صورة بانورامية لكباب ومآذن المملوكية في قرافة سيدي جابر، وفي قبة الصوابي وسودان العجمي، وفي جامع محمد علي اللي هو في القلعة. طيب خلينا نركز على الرامسيوم. الرامسيوم ده معبد جنائزي. المعابد الجنائزية أو المعابد التذكارية هي معابد بتنشئ بجوار أو في محيط المقابر الملكية في مصر القديمة. هي صممت لإحياء ذكرى الملك اللي بناها أو الحاكم اللي بناها، وكذلك لتقديس الملك بعد موته. من أشهر الحاجات دي معبد حتشبسوت الجنائزي، والمعبد الجنائزي لهرم زوسر اللي هو في الأسرة الرابعة، وفي معبد جنائزي أسفل الهرم خوفو مباشرة بجواره مباشرة. طيب الرامسيوم طبعا من أشهر المعابد الجنائزية، هو موجود في صعيد مصر غرب نهر النيل. كان القدماء المصريين كانوا بيحيوا في الشرق وفي الغرب ده الغروب، فكان هي المدافن بتاعتهم. وهو على نفس النسق دوت حاليا حتى اليوم احنا مركزين في النقطه دي، يعني يمكن انت مش واخد يعني الناس ما تاخدش بالها، لكن حتى المدينه اللي انشاها عمرو بن العاص برضو كان تركيزها كله في الشرق. العاصمه الاداريه الجديده في الشرق. اغلب المصريين حتى الان بتلقائيا بيبنوا ناحيه الشرق مش ناحيه الغرب. طيب الرامسيوم بناه الملك رمسيس الثاني اللي هو بنسميه رعمسيس، اللي هم الفتره بتاعته كان بيسموه الرعامسه. هو اكثر الملوك اللي بنت لهم معابد، والمعبد فيه تمثيل ضخم للملك رمسيس الثاني، وفي نقوش كتيره جدا بتحكي طبيعه الحياه في تلك الفتره، وبتسجل وقائع معركه قادش الشهيره. المصريين بيقولوا ان رمسيس الثاني انتصر على الحيثيين، والحيثيين حتى الان بيقولوا ان هم اللي انتصروا في المعركه ديت. طيب جه اسم المعبد او الصيغه الفرنسيه بتاعته من كلمه رامسيون، دي معرفه شامبليون. هو زار الموقع سنه 1929 وقعد يقرا الحروف الهيروغليفيه اللي بتشكل اسماء والقاب رمسيس على الجدران. هو كان بيطلق عليه في الاصل منزل ملايين السنين استر مازدع، وده احد القاب تتويج رمسيس الثاني. هو رمسيس الثاني كان بيبني معابد كتيره ومباني كتيره، من أرواحها الرامسيوم اللي هو يعتبر معبد الجنازي بتاعه، مخصص لعبادة الفرعون إله الأرض عشان ذكراه تفضل حية بعد وفاته. التصميم معبد رمسيس الثاني هو ده الملتزم بالمقاييس الكهنوتية لعمارة معابد المملكة الحديثة. المعبد نفسه بيتكون من صرحين حجريتين بوابتين بعرض حوالي 60 متر باتجاه الشمال الغربي والجنوب الشرقي، وكلاهما بيؤدي إلى فناء. خلف البناء الفناء الثاني في وسط المجمع كان في بهو من 48 عمود بيحيط بالهرم الداخلي، وكان ينتصب صرح ضخم امام الفناء الاول، بينما كان القصر الملكي على اليسار، ويلوح في الافق في الخلف تمثال ضخم للملك. وطبعا الابراج والجدران الخارجيه معمول فيها مشاهد احياء لذكرى انتصارات فرعون العسكريه، وسجل وافي عن تفانيه وتقربه للالهه، وطبعا معركه قادش اللي هي كانت سنه 1274 قبل الميلاد.